جدا. كرة لسه المصلحة دي للظهور. سيف مع الكرة. ياتي كده ويجي البودي. بودي يشوف لكن الكرة سهلة جدا. أفغاني. عبد الرحمن حسن. عبد الرحمن تاني. بودي مع الكورة. الهدف الأول لبودي. لبودي. تصبح النتيجة 1-1. كرة سارة نادي الصين. عايش يا كابتن. كرة طلعت كويسة جدا مع عبد الرحمن حسن. وراح مع الكرة حسن. وشوطك هو جاب الهدف الثاني. 2-1. تصدي من الحارس قوي جدا. وهجمة مرتدة مع بودي. بودي. بودي معاه الكورة ويشوف لكن تصدي من روعة. كورة أحمد حسن. عصفورة حسن عصفورة. وشوطة لكن خارج أرضية الملعب. كرة شوطة قوية جدا لكن تصدي قوي من الحارس. حارس مميز جدا. حارس قوي جدا. كرة لصالح نادي الصين. أغاني. أغاني مع الكورة مرر. أحمد حسن وشوطة ولكن تصدي من الحارس. كرة وشوطة قوية جدا للهدف الثالث لصالح نادي الصين. تصبح النتيجة 3-1. بودي. بودي مع الكورة. داي سيف تجري منه كده. بودي الحقها. Thank you.
سبعة سبعة كرة صالح نبي الصيد الرحمن حسن وشوطه هدف ستة واحد انت اللي جايبه الجول نهاية الشوط الأول 6-1 عدى ربع ساعة الأوقات الحلوة بسرعة بس يبقى ننجز الوقت فادي مع الكورة فادي شربيني فادي الهدف السابع بتشبع النتيجة 7-1 فادي شربيني ابن علي كمان عشان البنات لسه هتلعب عشان ما تبردش صح سيف مع الكوره يدي بودي بودي بص كده عصفوره سيف بضمه بيبقى بودي ويشوف لكن خارج أرضي فادي وشوطة لكن تصدر والهدف الثاني كمان هنا واحد عودة لمركز شهر الظهور عودة لبودي عودة وشوطة لكن خارج أرضية الملعب كورة لصالح نادي الظهور لصالح نادي الظهور كرة صالح نادي العاملين سيف مع الكرة بص دودي دودي مع الكرة هنشوف ولا ايه نشوف كده كرة لمصلحة نادي السيف كرة لمصلحة نادي السيف نلعب مع حكم الشباب كرة مع حمزة ويلعبها كده حلو قوي لمصطفى كرة ارتدت بجول 9-1 كان لازم تجيبوا جول وتعصبوهم هدف عودة لنادي الظهور لا بودي
بلو. عبد الله بس كده جودي جودي يرجع تاني لكن هجمه مرتده مع حمزه الرحمن حسن الرحمن يلم كورته كده ويباصي ولكن حارس قوي جدا استعد الماتش الجاي نادي الصيف ونادي غزل طنطا بنات البنات على اللاعبة رغم اسماعيل الحارس التوجه الى الملعب كان لازم تجيبه هون وتعصبوه هنا هيعملها ولا ايه؟ عملها طبعا راح معانا من الملعب النهارده الكابتن عبد الوهاب حمزة وانفرد بالكورة وجول هدف رائع عايزين في ارضية الملعب بنات غزل طنطا ونادي السيف يجهزوا مرتدة فادي الشربيني فادي الشربيني وشوط كده يا عم جاب جول وتصبح النتيجة 14-1 الله ينور يا ابن عمي اللي مشرفني يا امشي يا سهيل اوريك اللي انا لفك جاي يهرب من ارضية الملعب لا المميز حمزة
كرة مصلحة نادي الزهور. لجنة شغالة لسه وجودي. عبد الله. طبعا تحية كبيرة للفوتوغرافر اللي مغطي اليوم النهاردة الكابتن محمد رضا. الهدف ال 15 تصبح النتيجة 15-1. كان عبد الرحمن، عبد الرحمن حسن ويشوط الهدف ال 16 تصبح النتيجه 16-1. عوده وكوكلة لنادي الزهور نهايه المباراه 16-1 لصالح نادي الزهور. لازم تعصبوا الدوري جون.